انظر أقرب بيت، بيت النبوة، زوجته أم المؤمنين، كان هو وإياها ويحذرها. يقول يا عائشة: الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يحذر من؟ يحذر امرته، امرته هو إياها بالحالهم. نتيجة هذا التحذير أنها حملت هذه الراية وأصبحت تحذر. اسمع، تأتيها معاذة، معاذة من التابعين، فتقول لها: يا أمه، يا أمه، لأنها أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ سؤال فيه شيء؟ أسألكم أنا هذا السؤال، فيه شيء؟ ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ عائشة ما جاوبتها، مع أن المسألة مسألة فقهية، لكن لما رأت أن النفس ليس نفس سني، لأن اللغة فيها نوع من الاعتراض، ما بال، وأصبح هذا القول مشتهر عن فصيل من الحرورية الذين خرجوا على علي بن أبي طالب الذين يرون أن الحائض تقضي الصيام وتقضي الصلاة. فلما رأت أن الشبهة تلك قد تسربت حتى وصلت إلى بيوتات التابعين، فقالت لها هذه الكلمة، قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ أنت حرورية؟ لا تعجب، من فيك نعرف ما فيك مما نطق لسانك وخط بنانك. لا تستغرب إذا صنفت على تغريدة ولا على تويتر ولا على حالة ولا على السناب، من فيك نعرف ما فيك، ملفوظك هو الذي يدل على منطوقك وعلى مفهومك. قالت: أحرورية أنت؟ لأن هذا اللغة، هذا الطرح، هذا النفس ليس نفس سني. قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا يا أمه، لست بحرورية، ولكني أسأل. وهنا أتوقف وقفة وأقول: هي على جهلها بحكم القضاء في الصيام والصلاة على عذر النساء وهي حيض، ماذا قالت؟ تسأل سؤال الجاهل. لكن لما أتت في جواب تصنيف البدعة، هي صنفتها ولا ما صنفتها لما قالت حرورية أنت؟ إذن فيه تصنيف ذاك الوقت ولا ما فيه؟ حرورية وشهم؟ خوارج. وليه سموهم حرورية؟ فرقة خرجت في منطقة حروراء على علي بن أبي طالب فقتلته، فبلغ صيت هذه الفرقة وهذه الجماعة حتى بلغ العوام والأطفال والنسوان اللي ما يعرفن قضاء الصلاة من الصيام. عامة الناس وصلهم صوت التحذير، فأصبح عندهم معلوم أن الحرورية لا انتماء لها. لما قالت أحرورية أنت؟ قالت: لا، فنفذ ذلك عن نفسها. قالت: ولكني أسأل. فلا تعجب عندما يأتي على منابرنا التحذير من جماعة التبليغ والإخوان والسرورية والفرق وتصنيفها بأسمائها وأفكارها وانتماءاتها وعقائدها، فلا تضيق ذرعا إلا أن تكون فردا متسترا منتمن إليهم. فهذا باب وله جواب. وأما التحذير فهو ديانة. أحرورية أنت؟ قالت: لا. فدل على أن صوت التحذير بلغ الصغار والكبار والنساء في دورهم.